السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، شخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، عواشركم مبروكه. اليوم جيت عاوتاني من جديد، ولكن قبل ما نبدا معكم الوصفه ديال اليوم، بغيت نشكر بزاف الناس اللي معانا في القناه، وحتى الناس الجداد اللي انضموا لينا. كنقول لكم كاملين مرحبا والف مرحبا، وتنشكركم بزاف على التشجيعات ليكم لينا، وشكرا بزاف بزاف. دابا غنبداو الوصفه ديالنا اليوم. جيت بواحد الوصفه ديال لي بيلون على الطريقه الكوريه. لي بيلون على الطريقه الكوريه شنو كنحتاجو فيهم؟ كنحتاجو المقادير، كنحتاجو الكاس ديال الخل، كنحتاجو الثومه، الملحه، والسكينجبير، وكنحتاجو كذلك 20 غرام ديال مايزينا، و 80 غرام ديال الطحين، والماء، وكنحتاجو 5 ديال المعالق ديال الكيتشوب، وجوج معالق ديال السنيدة، سكر سنيدة، وربعة ديال المعالق ديال صوص سوجا، وربعة المعالق ديال العسل، وربعة ديال المعالق ديال الزيت الشيلي، وكنحتاجو الحارة. وهادو هما المقادير، وغندوزو للطريقة. وهاد الوصفة كنحتاجو فيها لي بيلون، كنغسلوهم مزيان مزيان، وكنتقبوهم على هاد الطريقه هادي بحال هكا. كنتقبوهم كاملين كلهم، تنتقبوهم بحال هاد الطريقه هادي. هانتوما يا البنات، شوفوا كلهم تقوبين. غندوزو دابا المقادير اللي غنحتاجو لهاد الوصفه اللي هي لي بيلون على الطريقه الكوريه. كنحتاجو كاس صغير ديال الخل، والثومه، ومعلقه صغيره ديال الملحه، ومعلقه صغيره ديال السكينجبير هادو، وكنحتاجو التحميره والفلفله السودانيه والماء، و80 غرام ديال الطحين، و20 غرام ديال المايزينا. كنحتاجو 5 ديال المعالق كبار ديال الكيتشوب، 3 ديال المعالق كبار ديال السنيده، وربعة المعالق ديال صوص السوجا، وثلاث اربعة المعالق ديال العسل، وربعة المعالق ديال زيت الشيلي، وكنحتاجو للحاره. هادو هما المقادير اللي كنحتاجو لهاد الوصفه هادي، وغندوزو مباشره للتحضير. دابا غندوزو مباشره للطريقه المرحله الاولى ديال الدجاج. المرحله الاولى هي كنمارينيو هاد الدجاج هادي في هاد المقادير هادو، اللي هما كما قلنا الثومه، بهاد الشكل هذا، كنزيدو الملحه، كنزيدو سكينجبير، فوالا، وكنزيدو الخل، كاس صغير ديال الخل، فوالا، كنزيدو بحال هاد الطريقة هادي، باش كنمارينيو هاد لي بيلون ديالنا. تيدخل ليهم مزيان، تيدخلوا ليهم هاد المقادير. داكشي حنايا علاش درنا فيهم دوك التقبات، نتقبوهم مزيان باش كتدخل ليهم هاد العطريه هادي، اللي هي الملحه والسكينجبير والثومه والخل، وكنخليوهم شي شويه حتى تيشربوا هاد المقادير هادو. وغندوزو للمرحله الثانيه. من بعد باش خلينا هاد لي بيلون ترقدوا لينا في هاد الشرميله هادي، تماريناو ودخل فيهم مزيان داك الثومه والملحه والسكينجبير والخل اللي درنا ليهم، غندوزو مباشره للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه هي اللي فيها مايزينا، كما قلنا 20 غرام ديال المايزينا،
والطحين 80 غرام والماء. دابا غندوزو باش نخلطو هاد المقادير كامله. هنايا غنبداو بمايزينا هنا وغنزيدو عليها الطحين هنا وغنزيدو الماء. وغنبداو نحركو هاد المقادير حتى تولي لينا على شكل كريم بهاد الطريقه هادي. نخلطوها مزيان حتى تولي كريمي. هادي هي المرحله الثانيه من بعد باش درنا هاد لي بيلون ديالنا يتماريناو. هادي هي المرحله الثانيه. مزيان مكبوش لينا هادوك الكبيبات. فوالا هذا هو الخليط الثاني اللي كنحتاجو ليه في هاد الوصفه اللي هي لي بيلون فخاد ديال الدجاج على الطريقه الكوريه. وكيجيو روعه 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 ولا اروع. دابا سالينا هانتوما شتي شتي كيتولي لينا كيولي كريمي. نخدمو حتى يولي على هاد الطريقه هادي ومن بعد كنجيو مباشره كنهزو هاد الفخيطات ديالنا هنايا اللي مارينا درناهم تماريناو هنا في هاد المقادير. كنجيبوهم وكنحطوهم في هاد الخلطه الثانيه. فوالا بهاد الشكل هذا. وسنأكد عليكم عاوتاني مره اخرى هاد الفخاد ضروري 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 ما تقبوهم باش كتدخل ليهم هاد المقادير اللي رقدناهم فيهم. فوالا نخدمو بيدينا بهاد الطريقه هادي حتى يشبعو مزيان من هاد الخليط. وكندوزو مباشره للمرحله الثالثه. دابا غادي ندوزو مباشره للمرحله ديال الطياب. عندنا هنايا الزيت درناها في المقله وانا فضلت باش نقلي لكم نقلي في الزيت باش نقلي قدامكم باش تشوفوا الطريقه مزيان احسن ما نطيب في الفريتو. سنطيبها في المقله. غنبداو نسخنو الزيت ديالنا توصل لدرجة 130 لأن هاد لي بيلون هادو خاصنا نطيبوهم مدة ديال 13 دقيقة في درجة 130 دوغري 130 درجة الحرارة. هادي هي المرحلة الأولى حيت غنطيبوهم مرة وعاود نعاود تاني ملي نرتاحو غنطيبوهم مرة تانية. هنا خلينا الزيت ديالنا كتسخن. دابا غادي نشوفو واش وصلت الدرجة ديال 130 ولا مازال. فوالا نديرو الترمومتر في الزيت وغادي نتسنى. هنا عندنا 95 100 خصنا 130 درجة.
20 20 25 26 نتسنى حتى تولي 130 درجة. هنا الزيت ديالنا سخنات هي 130 درجة. نحيدو الترمومتر وغنبدا نقليو لي بيلون ديالنا. فوالا بسم الله نبداو على بركة الله. هنا هاد لي بيلون خصهم يطيبو 13 دقيقة 13 دقيقة وغادي نحيدوهم. هاد لي بيلون كيجيو روعه روعه روعه. واللي باش تمشيو تاكلوهم عند الكوريين غتحضروهم غير في المنزل ديالكم، ماشي واعرين ساهلين. وكما قلت لكم اكله انيقه. لي بيلون ديالنا كاملين بهذا الشكل هذا. فوالا حنا درنا لي بيلون كاملين. غنجيو لهنايا وغادي نحسبو 13 دقيقة 13 دقيقة غادي نحسبوها. ملي توصل 13 دقيقة غادي نحيدو مباشرة هاد لي بيلون ديالنا. الوغ البنات هنا خلينا لي بيلون ديالنا طابو 13 ديال الدقيقه. من بعد ما صونات علينا 13 دقيقه غادي نهزو هاد لي بيلون ديالنا وغادي نحطوهم في الصفايه غادي يتصفاو وغادي يرتاحوا المده ديال 5 ديال الدقائق. ومن بعد هاد المده ديال 5 دقائق غنرجعوهم عاوتاني تقلاو للمره الثانيه المده ديال 5 دقائق مره اخرى في درجه حراره ديال 180 درجه. ومن الوقيته اللي يكونوا هما تيطيبوا هذيك الخمسة ديال الدقائق حنا غادي نحضروا الصلصه باش غادي نوجدوهم باش غادي نقدموهم. هنا البنات غادي نهزوهم شويه حتى نهزوهم كاملين وحده بوحده وغنديروهم في الصفايه ديالنا. فوالا غادي نطفيو على الغطا فوالا نزومهم بشويه حتى نكملو لي بيلون ديالنا كاملين. البنات طابو 13 المده ديال 13 دقيقه كنديروهم كاملين هنا كما قلت لكم وكنخليهم كيرتاحوا المده ديال 5 ديال الدقائق. الوغ البنات غندوزو مباشره لتحضير الصلصه الكوريه. من بعد ما قطعنا الفلفلات ديالنا فلفلات مزاود عندنا هنا فلفله حمراء وفلفله خضراء غادي نزيدو هاد المقادير كامل اللي ديجا هضرنا عليهم اللي هي 5 المعالق ديال الكيتشوب وجوج معالق ديال السكر سنيدة وربعة المعالق ديال صوص الصوجة وربعة المعالق ديال العسل وربعة المعالق ديال الزيت الشيلي والتحميرة والسودانية. هادشي كامل كنخلطوه هنايا تنخلطوه في مرة واحدة وكنديروه كيسخن 40 ديال الثواني 40 ثانيه. ومن بعد ملي كنخرجوا هذيك لي بيلون من القليه الثانيه
كنحطوه فيهم مباشره باقا سخونه وكنقدموهم. الوغ هنايا البنات من بعد بخلينا لي بيلون ديالنا حتى ارتاحوا 5 ديال الدقائق، درنا الزيت ديالنا كتسخن، درناها على درجه 180 درجه. دابا هي هنا عندنا 180 درجه، حيدو هذا وغادي نجيو مباشره وغنديروا لي بيلون ديالنا باش يتقلاو المره الثانيه. كنخليوهم تيطيبو لمدة ديال 5 ديال الدقائق. الوغ دابا لي بيلون ديالنا هما كيوجدو كيتقلاو المرة التانية، غنبداو نوجدو الصلصة ديالنا، الصلصة الكورية. غنبداو بالسميدة، بسم الله. موراها صوص الطوجة، نديرو الزيت ديال الشيلي، نديرو العسل، فوالا ونديرو الكيتشوب. ديالنا تاهو غنديرو، فوالا، وغنزيدو التحميرة، وغنزيدو السودانية. هادشي كلو كنخلطو، وكنخليوه كيسخن المده ما بين 30 ثانيه حتى 40 ثانيه. الوغ من بعد ما قلينا الدجاج ديالنا 5 ديال الدقائق للمره الثانيه وسخنا هاد الصلصه ديالنا اللي هي الصلصه الكوريه ما بين 30 و 40 دقيقه ثانيه، ماشي دقيقه اعتذر، غنبداو نمارينيو هاد الدجاج هاد الصلصه ديالنا بحال هاد الطريقه هادي. ومن بعد غادي نوريو لكم التقديم. الوغ هذا هو الشكل النهائي للطبق ديالنا، وهذا لعشاق الاكل الاسيوي، الطبخ الاسيوي والاكل الحار. حنا رافقناه بالفريت، ونتمنى يعجبكم هذا الطبق اللي هو طبق الدجاج بالطريقه الكوريه. والى فيديو مقبل ان شاء الله.